شو بدها تخبرهم ال 2024؟ هلا هني من اكثر الابراج اللي ممكن يرجعوا ناس لحياتهم. اذا كان عاطفي او حتى اشخاص مهنيه او اصدقاء او علاقات. وضعه كثير منيح من بدايه العام، الاخبار بتتحسن عنده، الطاقه بتكون كثير مرتفعه. في عنده امور ماليه، امور مهنيه، بدايه عمل، تغييرات. بالصيف رح يكون في قصص كمان صحيه شاغله باله، يمكن يعمل عمليه تجميليه او يعالج حاله من مرض كان بالسابق. القوس الجدي بهذا العام رح يعمل تغييرات، رح يهتم بقصه بتخص ابن، طفل، انجاب. هي الامور بتكون شغلته، في عنده فرحه بابن لإله. الامور عند الجدي كمان منيحه من ناحيه العاطفه، ممكن يكون في عنده خطبه او ارتباط او عوده حدا لحياته. في عنده خساره شخص بنهايه العام، وينتبه من حوادث السيارات، من اعطال الموبايلات، مع الاخوه لانه شاغلينه الاخوه كثير، او مع قصه مع جار. تماما، دراسيا شو رح نقول لهم؟ دراسيا هي السنه بيكون فيها حظ ومنيح دراسيا، وبيكون منظم بيقدر ينجح بالمراحل الدراسيه ان شاء الله. صحيا عرفنا، من ناحيه المال انا بشوف عنده مكاسب مفاجئه اذا اشتغل بمجال الحظ والبورصه وهي الامور، وبينجح كثير بالاشهر الاولى من العام ان شاء الله يا رب. اذا بدنا نقدم لهم نصيحه ولا في شيء لازم نخبرهم اياه؟ هلا بنحكي عن الجانب العاطفي، انه عنده فرص ارتباط، عنده ناس عم ترجع، الحب القديم يلي كان ممكن يرجع بهذا العام، والامور العاطفيه بتكون شيء منيح او مو منيح؟ كثير منيح. اوكي، يمكن من اكثر الابراج حظا بالعاطفي هو الجدي، بعد سنوات كان فيها جفاف عاطفي، هي السنه عم يعوض. رح ترجع تنتعش هي السنه اكيد ان شاء الله. نصيحه؟ نصيحه للجدي، ارجع لناس قدامه، فكر برفقاتك القدامه، ارجع لهم لانه رح تلاقي معهم الاريحيه اللي كانت قبل، ورح يكون محظوظ معهم. كل عام وكل مواليد الجدي بألف خير.